اتولد عمر خورشيد 9 ابريل سنه 1945، وهو ابن احمد خورشيد استاذ التصوير السينمائي المعروف، واللي قدم لنا اعمال فنيه عظيمه كتير، منها حياه وموت والشيماء. وعواطف هاشم الام هي سيده مجتمع، وهي ام اخته الغير شقيقه شريهان، واعتمد خورشيد زوجة الاب. عمر خورشيد كان مرشح لاول فرصه تمثيل وهو طفل قدام فاتن حمام وعمر الشريف في فيلم صراع في الوادي في دور الطفل، فاكرينه؟ لا للأسف مش هو ده، لأنه تعب جدا قبل التصوير مباشرة وجاله مرض نادر معروف باسم حمى البحر الأبيض المتوسط، وده منعه عن أول فرصة تمثيل. حب الجيتار واحترف ودرس كلاسيك في المعهد اليوناني تنبيز، وأصبح أشهر عازف جيتار في مصر، وله الفضل في أنه أول من أدخل الجيتار على الموسيقى الشرقية. له رصيد فني متميز نذكر منه أول همسة والربيع مع فريد الأطرش، وطلبته أم كلثوم علشان يعزف في فرقتها، وظهرت معزوفات جيتاره في أغاني فكروني وألف ليلة وليلة وهذه ليلتي ودارت الأيام وأمل حياتي، وفي أغاني عبد الحليم أغنية سواح كتجربة هادئة مصاحبة في خلفية الأغنية، وبعدين أنا لك على طول وأهواك وتوبة وقارئة الفنجان. يسكت بقى على كده؟ لا، ده راح لفيروز لبنان وعملها حبيتك بالصيف، ولما بدا يتسنى والحلوه دي وطلعت يا محلى نورها. والجزء الرائع والمميز في موسيقاه التصويريه، منها موسيقى فيلم الاخوه الاعداء وحبيباتي واذكريني والرصاصه لا تزال في جيبي وادي الذكريات، تحفته الفنيه اين عقلي والرائعه حتى اخر العمر. عمر خورشيد الممثل والعازف والمنتج، رغم ان اعماله في السينما كانت قليله الا ان اللي قدمه من رصيد سينمائي اشاد به الجميع، خاصه تجاربه الانتاجيه المميزه. اول فيلم ظهر فيه كان فيلم بناتي العزيزه بطوله نجاة ورشدي اباظه، ومن اخراج حلمي رافله، واللي رشحه لحلمي رافله عشان يعمل الدور ده كانت سعاد حسني. واخر اعماله فيلم العرافه اللي كان من انتاجه وبطولته هو ومديحه كامل. في مذكرات سعاد حسني اللي اتنشرت في روز اليوسف واللي كانت من 13 فصل، كتبت فيهم فصل كامل لعمر خورشيد بعنوان عمر خورشيد الاسطوره والحقيقه. حكت سعاد حسني سندريلا عن واقعتين بين عمر خورشيد وصفوة الشريف. أولها كان سنة 1976 بعد حفلة شم النسيم اللي غنى فيها العندليب عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان، لما حاول صفوة الشريف يبوظ الحفلة لعبد الحليم انتقاما منه لأنه كان بيدافع عن سعاد حسني ويخلق خلاف بينه وبين جمهوره من خلال بلطجية مأجورين عملوا شغب وغوغاء أثناء غناء عبد الحليم. جمت كثيرا لكني لم أفرح أبدا جانا هنا. راح عمر لصفوة وحصلت مشادة كبيرة بينهم في محاولة من خورشيد لإبعاد صفوة عن طريق عبد الحليم. لما اشتكت سعاد حسني لعمر خورشيد من مضايقات صفوة الشريف ليها واستغلاله ليها وتهديداته بالأفلام اللي صورها لها، فراح عمر خورشيد لمكتب صفوة الشريف وصار عليه هناك ووجه له كلمات واضحة. سعاد حسني لا فاهم يا صفوة؟ وكان رد صفوة على خورشيد عبارة عن ابتسامة جامدة وما نطقش ولا حرف واحد لغاية ما جت الفرصة للنيل من عمر. والغريب ان صفوة ما اخفاش نية تنفيذ انتقامه عن سعاد حسني وقال لها بالنص انا لقيت الثغرة اللي هقضي بيها على عمر. وابتدت خطة صفوة اللي خلى بعض الفنانين والفنانات المأجورين اللي بيشتغلوا لحسابه يطلقوا اشاعة بتقول ان في علاقة بين عمر خورشيد وجيهان ابنة السادات. ولما سافر عمر مع السادات لامريكا علشان يعزف في العشاء المشهور بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ساعد ده على تأكيد الاشاعة الخبيثة، فينتهي صفوة الفرصة ويطلق اشاعة اشد خبث باستخدام تشابه الأسماء بين جيهان الابنة وجيهان الأم علشان يزيد من سخونة الموقف ويضغط على السادات في تحقيق هدفه بالحصول على رخصة رئاسية للتخلص من عمر. وجه رد السادات على صفوت: تصرف يا صفوت لكن في حدود القانون. على غرار سفر عمر اللي كان بديفيد، أخدت بعض الدول العربية موقف من عمر خورشيد، وكان عنده حفلات في الكويت اتلغت ومنعوه من دخول أراضيها، وبالتوالي بعض الدول العربية خدت نفس الموقف من عمر، ورفض السادات مقابلة عمر خورشيد اللي حاول إنه يقابله مرارا وتكرارا علشان خاطر يشرح له الحقيقة، وده بعد تحذير سعاد حسني ليه ونصيحة محمد عبد الوهاب بسرعة لقائه بالسادات. وكان معروف عن محمد عبد الوهاب دبلوماسيته الشديدة، لكن بعد مقتل عمر خورشيد خرج محمد عبد الوهاب من صمته وتخلى عن دبلوماسيته بتصريح في صحيفة لوموند الفرنسية بأن عمر خورشيد اتقتل بسبب مؤامرة سياسية. في 9 ابريل 1979 توجه عمر خورشيد لجهاز امن الدوله بعد ما استلم دعوه مفتوحه من الكيان الصهيوني لزياره اسرائيل، وهناك سلمها لهم في امن الدوله، وكان مكتوب على الدعوه انها صدرت من مؤسسه الثقافه الامريكيه الاسرائيليه. وبعد التحقيق اكتشفوا ان هي مطبوعه في شارع محمد علي، تحديدا في محل زنكوغراف. اختفى عمر فتره عن انظار صفوه الشريف، ولما سال عنه صفوه الشريف لقاه راح استراليا علشان يحيي حفلات هناك، وكان عمر رجع له وهو في استراليا مرضه النادر حمى البحر الابيض المتوسط، ودخل بسببها المستشفى، وبعد
بعدها عمل عملية البواسير، ولما خف ضعف نظره كأثر جانبي للمرض، وعلشان كده رجع من هناك وهو مرتدي نظارة نظر. وكان صفوت في الوقت ده بيتبلغ كل أخباره وتحركاته من خلال شخص اسمه مكرم، بعته صفوت لعمر علشان يتجسس عليه، ولما راح لعمر قدر يقنعه انه يبقى سواقه الخاص، ومن خلاله كان بيتنقل كل شيء عن عمر خرشد لصفوت. اليوم اللي اتقتل فيه عمر، لما رجع عمر من رحلته كان حالته النفسية سيئة جدا، خصوصا بعد ما فشلت محاولاته في مقابلة السادات، وكانت بتربطه علاقة صداقة قوية جدا بمديحة كامل، واللي دعته يوميها لحضور حفلة رجل الأعمال عادل الصرافي، وهو ما كانش عايز يخرج نظرا لحالته النفسية السيئة، لكنها أصرت وألحت عليه في محاولة منها إنها تخرجه من الحالة اللي هو فيها. لما خرج عمر من رولاند هو وزوجته دينا اللي رافقته في حضور الحفلة، اتفاجئوا في طريقهم بسيارة بويك فان لونها أخضر منزوعة اللوحات المعدنية بتطاردهم طول الطريق، وفيها 3 أشخاص بيشتموهم بألفاظ بذيئة هو وزوجته، لغاية ما اصطدمت السيارة بعمود في آخر شارع الهرم، وأصيب عمر بكسور كتير وجرح قاطع في الرقبة أدى لوفاته. مكتوب لك مية البحر تتعكر بلون الدم يا ساتر. العشق والموت وعد ومكتوب، العشق والموت وعد ومكتوب. وتشيعت جنازته من عمر مكرم، ورفض الرئيس السادات إنه يبعت مندوب من الرئاسة لحضور الجنازة بسبب إشاعة صفوت. والمثير ان صفوت الشريف كان في اول صفوف المعزين على طريقه يقتل القتيل. حكايه عمر خرشد مع زائر الليل. حكى الكاتب الصحفي حسن الحفناوي بعد موت عمر في مجله الكواكب انه في ايامه الاخيره كان مواظب على الصلاه وقراءه القران، ومحدش كان عارف هل ده سبب احساسه باقتراب موته ولا بسبب زائر الليل اللي اقتحم حياته في اخر ايامه. في يوم من الايام كان قاعد عمر لوحده في مكتبه بالليل، وفجاه النور قطع فولع شمع لكنه اتطفى، وفضل عمر يحاول في توليع الشمع لكن مفيش فايده، كان بيطفي تاني. فقال بتلقائي الله، هو في عفريت هنا ولا ايه؟ فرد صوت على عمر وقال له ايوه انا قاعد معاك، وفورا جري عمر وفتح باب المكتب وهرب. ولما جه تاني يوم الصبح المكتب لقى الشمع مولع، ولما حاول يطفيه ما كانش بيطفي ابدا، حتى انه جاب حته خشب وحاول يطفي بيها وبرده الشمع ما اتطفاش لغايه ما اتحرقت حته الخشب، فجاب المصحف وفضل يقرا سوره ياسين. واستمر زائر الليل في زيارة عمر لغاية ما أخد عليه وبقوا صحابه، وحكى عمر الموقف ده لحسن، وده لأنه كان عايزه يكتب له فيلم رعب، والكلام جاب بعضه فقام حكيله، وقال له أن الجني عمره 1700 سنة، وأنه قال له كلام تاني كتير مش مفهوم، زي مثلا أرى وجهك معكوس على شظايا الزجاج، وعليه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قاتمة السواد. اليوم أترك لكم هذه الدنيا ظالمة، أفضل الموت مظلوماً على احتمال رؤية الظلم والسكوت عليه. سيكتبون أني أمير منفلت وخائن، فليكتبوا وليخفوا ما يعلمه الله عن عباده، ولكن سأترك اسمي في صفحات التاريخ الذهبية. بعد سنوات أو ربما بعد عصور سيأتي يوم تقص فيه حكايا المظلومين، أحدهم سيروي حكايتي والبعض سيسمعون وسيعرفون الحقيقة، وفي ذلك اليوم يكون حق المظلوم قد عاد لصاحبه.